كحنو بدعس 24 تي في قدوميها قولها وكيلة دا سومالي لان باشا محمد فارح اياس وصاري ورسحة افضيد وقوف الصحيو قولها وكيلة دا سومالي لان مدى افرويقا ورسحة افضيد كاسيو نقل كميدو سوق علي تلفيشن كبدعس ايا وحاول ديقنا لغب لابو كوب يلاباتن كبشا وحلوغوار قلين ايا اني فسحيين قولها وكيلة دا سومالي لان يسيدو كلا قد دا چوكتا دا قولها وكيلة دا يقودي هوسادية دا قولها سي وحانا فسحا سي لغو شاقي ان مدى فرويقا اي قولها وكيلة دا اي فسحا هان دونانا بلسا وحا ورسحا فداد كان اي لغو يدي واين اي حلبان دا قولها وكيلة دا اي كاقايب قاتانا وعي قلين تا ايا قودهان حالة دا دالكا اي قصابسان لنعا حانونكا كورونا فيروس او سومالي لان ايو ديار قروبي سو سيدي اي تحدير ايا قهرتاق اوغا موچين لايدا وحانا ور صحافتات كان يكو سحيحنا قدوميها قولها وكيلة دا باشا محمد فارح انكستوان سومالي لان إلا ايها تن آن لغو عرق وحكيسا وكو سابسان حانون كا كورونا فيروس هادانا واحجرا ديار قرو ايا سيدي لوغو هرتاق لها حانون كاسي ايا وحيابيه كالدوانا اي وعي قلين تاكو سابسان تلابو انكا ايقاد لاي الحكومة دو اكو يوغو هري يبا اي صوب بحين ايا سيدي لوغا قاشامن لها ومحمد علي حاشي تلفيشي قبض عاس مقالة هرقيسا.